الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيسوي ديس تري سورة مدنية، سورة تحريم مدنية، الطلاق مدنية، ديس دواب مدنية. اوكي اوكي يس تحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. 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 والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق السماوات والأرض بالحق صوركم فأحسن صوركم. بالحق وصوركم فأحسن صوركم. بالحق وصوركم فأحسن صوركم. وإليه المصير. وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا تولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Yeah, one second, sister. Okay. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء خبير. Okay. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فانتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله before that صدق الله العظيم ما شاء الله Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has to read two surah, mashallah. Now, let's take a look at the benefit of reading the Quran in a daily basis, mashallah. Now, if we read the Quran in a daily basis, it helps us to strengthen our heart. You know, our heart, there is, Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, there is something in our heart, there is a flesh, very small flesh, that is really powerful in our heart, you know, when it's corrected, everything will be corrected. When it's spoiled, or become bad, everything will be bad. That is the hurt. So now we need to make sure that we read Quran every day, and Quran is going to help us strengthen our hurt. That is one benefit we can gain. Not only that, it also helps us to reading the Quran help us to memorize, like daily basis you do it, to help you to read and memorize it as well. And we're also getting guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, because the best guidance we can get is from the Quran and also the Prophet Muhammad hadith. So inshallah, that is really important. Okay, and the other part here is the reward we get from reading Quran. For every hasanat, for every letter we get is 10 hasanat, subhanallah, At-Tirmidhi reported. So that's also another important thing we can get. Now it helps us to calm our soul and heart. That's also another benefit. When you get anxious or when you get unsure of something or not feeling good, just open the Quran and read it. If you can't read it, listen to the Quran. That will go ahead and make your heart soothe and rest your heart, subhanallah, in a good way, subhanallah. So that's the benefit you can get, and that's what I'm doing here also in Success Coach. Al-Kiram, brothers and sisters in Islam. We are trying to do our best, mashallah, to read and memorize the Holy Quran, and want you as well to do the same thing, because this is the best thing one can do with his time right now. Because the time you spend right now by reading Quran is going to be a witness for you on the Day of Judgment, subhanallah. So we're going to go ahead and conclude, inshallah. We'll see you on another episode reading Quran, and also talk about some of the benefit of Quran as well as the main theme of the surah, inshallah. Jazakumullahu khair for staying with us. Barakallahu alaykum, barakallahu li wa lakum fil Quran al-Hakim, fil Quran al-Hakim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala make us the one who benefits out of this.